السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم باحدث موديلات مع الامل شوب، موديلات القطيفه حاجه كويسه جدا والخامات ممتازه. شغل زي كده مثلا، دي اول شكل معانا. الخامه قطيفه هايدي، ملمس ناعم، بتدفي جدا في الشتاء، وشغلها فيه اطال وفيه تطريز حاجه كده خفيفه، وشغل ممتاز جدا، حاجه هتريحك ومش هتضايقك جدا، مش هتضايقك خالص في اللبس. وفي منها كمان مقاسات، في من ميديم ل2 اكس، بيلبس من 60 ل110 كيلو، يعني التخين هتلبس، الرفيع هتلبس، كله هيلبس معانا. وفي كمان شغل بسيط خالص على الكم، وفي حاجه ايطان برضو بسيطه على الكم اللي بيحب الشغل الهادي، والفتحه لا كبيره قوي ولا صغيره، يعني مش هتضايق، وفي نفس الوقت مش هتحس انك محتاجه تقفليها او انك تلبسي مثلا حاجه او كده. كمان الخامه، الوزن القطيفه كيلو، حاجه بجد هترتاحي فيها وهتحبيها جدا. والشغل كمان حتى رسمه الشغل ظريفه جدا، والاطار نازل لتحت. وكمان عندنا منها 7 الوان، دي الوانها، في منها الرصاصي وفي النبيتي والاحمر وفي البتنجان الغامق والبني وكشميري، واخيرا ملك الالوان الاسود. وكل لون منها داخل له كذا لون، عشان لو حبيتي تلبسي طرحه معينه، يعني انت مش مثبته على طرحه واحده، لا، انت ممكن تلبسي اخضر، ممكن تلبسي بيج، ممكن تلبسي بتنجاني او مستردة، اي لون انت عايزاه. وكده لو وصلنا معاكم لنهايه الفيديو، واحب اشكركم جدا. اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا ليكم.